يا أصدقائي مرة تانية بنجي لكم هون نحن فتنا على المكتبة، على المكان اللي بيدرس فيه هذا الشخص. طبعا ما بيختلف كتير عن الأماكن التانية، لأنه إذا التفتت لهون هتلاقوا كمان لوحة ضخمة جدا مثل ما كنتم شايفين. هيدي لوحة طبعا أكيد اشتروها هن، سجادة تتعلق على الحيط. طبعا هتلاقوا الشمعدانات القديمة، مرة تانية هتلاقوا الموقد بالمكان هناك. بس المميز بهالغرفة هيدي طبعا في شغلات كتير مميزة، في أشياء أثرية، يعني مثلا حتشوفوا مثلا بومة، لحظة أرجيكم إياها. نحن فتلنا بالغلط هون، شايفين هيدي؟ هي بومة تجنن، وكأنه بومة حقيقية محشية. فهون كان يقعد الزلمة يبدو، وكان يعمل دراسات. فمثل ما كنتم شايفين مدفع هون، كراسي حلوة كتير، أشياء حقيقية محنطة، حيوانات حنطوها. وهون حتلاقوا مكتبة البارون، هيدي مكتبته، هيدي الكتب تبعه موجودة كلها هون، ومع ذلك محفوظة. طبعا بكل مكان تطلعوا بتلاقوا فيه شيء محفوظ، شايفين هنيك؟ لحظة أرجيكم إياها هيك، بعدين هيك 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 هيك، هون، شيء محفور، جميل جدا. هون مثلا بكل زاوية بتلاقوا عبارة عن فنان، بالزاوية الثانية في فنان ثاني عم بيعزف آلة يبدو كأنه الكمان، وهذا الثاني كمان عم بيعزف. بكل مكان في فنان أو شخصية معينة عم تعزف أو عم تعمل شيء. طبعا في فخاريات، هيدا عبارة عن فاس فخاري مزركش، ويعني ضخم جدا. في أشياء مثل رسائل كمان كتبوها هون، كمان محطوطة، فيعني كتير 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 حلوة. وين ما بتفوت بهالمكان هذا بتشوف أشياء جميلة جدا. يعني كمان هون بتلاقي مثلا بعض السيوف هون شايفينها، أو آلات حربية أو خناجر، شايفين شلون هون بتلاقي عبارة عن خزانة هون. الأبواب كلها أبواب جميلة خشبية ضخمة جدا جدا، من أجمل ما يكون. هون مثل كأنه غرفة ضيوف، تقعد هون كراسي ضخمة جدا جدا جدا، بتدل على الجو البرجوازي اللي كانوا هالناس عايشين فيه. جو برجوازي حلو جدا جدا جدا. حتى هون بتلاقي مثلا إذا بتطلع حتلاقي عبارة عن محارب، أو عبارة عن مجسم حديدي اللي هو المحارب بيدخل فيه لباس الحرب. فهون الظاهر كانوا يقعدوا ويحكوا أو يقعدوا مع الأشخاص اللي هن مهمين كتير، لأنه الغرفة هي فاخرة بشكل خيالي. طبعا هون أنا ما بقدر مر لأنه في حبل يمنعني من المرور. مثل ما كنتم شايفين هناك في بيانو من أجمل ما يكون، وفي هذول الناس كانوا كتير مهتمين بالآثار اليابانية. فحتشوفوا هناك عبارة عن تمثال ياباني، شايفين الكراسي الموديل القديم طبعا، المنحوتات بتطلعوا هون، كل شيء منحوت. شايفين مطرح ما ايدي هون، هذا كله 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 منحوت، كل شيء بالبيت منحوت، يعني حتى الأشياء الصغيرة اللي هيك مثلا منحوتة. هذا كله الخشب معمول بأدق التفاصيل، شايفين شلون؟ من أجمل ما يكون. طبعا إذا بتشوفوا التريا عبارة عن أحصنة. شوفوا يا جماعة، التريا عبارة عن أحصنة وعليها الأضوية. شوفوا الأحصنة، حصان وفارس. غلاريس تعالي، شايفين ما أجملهم يا شباب؟ سوف نشوفكم بعد شوي، إلى اللقاء.